محكمة درجات كوواد ايه دقمدا كسمايو ايا سو قبقبي سيدقي سيكيس دعوذد لو هستي نينكي هو يديسكو دي لي مقالة كسمايو وحانا اوغو دنبنتي لغسو ساري قو انكا مدنبس اه حسن عبد الله عبد ايا كو ايدسنا ان او دي لي هو يديس حليم محمد عمر تاريخ مركا ايا هيد كوي طبان كابيش اللي حاد سند كان ايا نوكو قو دجرنو نينكا نكو ايدسن دلكو هو يديس ايا وحا او كقرتي محكمة دهورتي ده ان او فالكاسي قيستي وحانا دور فدي كدب او قدام بنتي محكمة دا اي سو سارتي ورقاد دا حكم كا ايو اسباب تيدا او دقنيت سيدا تن محكمة دا درجة دا كوواد اي دقمة دا كسمايو مركي اركتي حاشي دا اي دا سمد دا دو تهي حا حا جا دا جا جا لابا بغل سديت تني سدح سدح دا بيشة تدواد لابا كن سدح يلاباتن كنا ساب سند قوضب كا افر بغل سدني افر حيرك عقابت سومالية داد ايدي سانة كي هاي حسن عبد الله عبدي صدوني تدو بجير اه انا حليم محمد عمر كل شي بار ديريد دقن كسمايو وكيل دعوة داد اي هاي محمد داهر إبراهيم لبنانا اي كي هين اهل دا مرحومة دا حليم محمد عمر لحذني كو جير اه انا بار عثمان عبدي محكمة درجة كو وادي دقم دا كسمايو مركي عرق تي قرال كا ايدي سانة هكنا قرتي محكمة دا هورتي دا سوا فاقسن قوضب كابقول إيه سديداد حير كحبك عقابت سومالياد كونا جوابي سوا فاقسن قوضب كابقول إيه فراد حير كحبك عقابت سومالياد فرق دي سكواد حرف كباء محكمة درجة كواد دقمد كسمايو مركي عرقتي سورة المائدة آيات دا أفرتن يشنات سورة البقرة آيات دا بقول تدباتن إيه سديداد سورة الإسراء آيات دا صدن إيه سدحاد محكمة درجة كواد دقمد كسمايو مركي أركتي قضب كأفر بغل صدن يا أفراد حير كعقاب سومالية داد محكمة دا درجة دا كواد دا دقمة دا كسمايو مركي أركتي ورقاد دا عسبتال كالليمر كا دهران منتال هوسبتال لغو نعدي يور بحين تا إن إذي سنها عافمات كي ستام يهي ورقاد داس أو كتاريق يسناد سديد طبان كبش التدواد لابكن سدح يلباتن محكمة الدرجة كواد دقمة كسمايو مركي دقي ستي وربحين تبوليس كقار أهان سركال كتقي قوبتا فالك كدعي سوانا قبطي إذي سنها كاس أو محكمة دا خورتي دكا عديي إن إذي سنها قعمها ودي كلها سيدا سيدراد دا محكمة دا وحا عداتي إن إذي سنة حسن عبد الله عبدي صدني تدبجر أه إن حليم محمد عمر كل شي بار دير دقنة كسمايو وكيل دعوة ويهي محمد ظاهر إبراهيم إنو يهي دنبيلة قلي فالدنبيات كا كحسن قضب كا أفر بقل صدني أفر حير كعقابة سومالية داد سوا فقسن قضب كا بقل لباتني أفر حير كحب كعقابة سومالية داد محكمة دو وحي كحكم تي دنبيلة حسن عبد الله عبدي صدني تدب جرأة إن حليم محمد عمر كل شيء بار دير دقنة كسمايو أو وكيل دعوة يهي محمد ظاهر إبراهيم دل توغ شاه او قصاص تا مرحومة حليم محمد عمر اه لحذين كوجر انا بار عثمان عبدي لانك كالوا مركي او هوريسي اي مغالا دا كسماجا او هوي دي سكودلو ويل كيدا فالكاسي او نغضي مد اي ارقاقح يوالع كموجيان بلشي دا سوماليا ديد نمان كان دا ليرا دا انا وحي كمي دا هايين قلوب كا عيال وره كمي دا هايين لكن وحال لالا دا غالما هي عيال وره انا هايين ايوان اي كمي دا هايين magac saddexda qura xaafada liirada xaafadas magaceeday ku ciyaaraan waa ciyaal banooni ciyaara waa maahan wax yaani ka turjuma in iyaga ciyaal weero yihiin een ciyaal weero ma binniin ay saxawo ugtayna boon dhelne oo saxawo maxaan weesta xabadu ridi mid labaadne anagu nu soo ridi markay ee deeqo barin wuxuu tus bartilmaameystay abdikariin iyo marxuumka abdullaadiif xabadu si kasa ugu dhuftey waliba xataa u jilb jabsaday sinta ayuu معناها كاد حبتك كاد رفتي إسلام كان وعهد وقت كلالة محكمة سرعي عيد ماذا قلب كسيدة سوماليا يا ما تكسو مغضي إيدي سنة محمد عبد القادر أبو كرديقو برلين كاسوها أسكري كتر سن كوماندوس كغرغر بحسب نكاها برتي وكتر سنة أسيقون الله محكمة يدل كعيار يهن كي كبدا عكتا كوحدة سدح ذا قراع كدسن دقمنا دركيلي قبل كبنادر عبدالرديف عبدالله محمود وندلي لحي تبانكي بيشي تدوات سنة كان محكمة درجة كواد أو هوري كيس كان أسو مري لحي تبانكي بيشي أغوست سنة كان إسلامر كان قوان كقارتي أي حفيز كحير لالين ترعفان وقالتي محكمة سري عيد مدى قلب كسيدا ما دام إسان كوقا عين حكم كاسي مدن قدو مية قرصو ريال محكمة شرفت له
waxaan marka hore rabaa inaan wax yar faahfaahiyo asbaabta ama sababta aan u soo qaadanay racfaanka sida ku cad xaanshida eeda ee maxkamadda u jeedisay eedaysanaha sidaas si lamida ayaan heerka darajada koowaad markay maraysay dacwadda waxaan ku soo eedeynay eedaysanaha saddex dimbi oo ah kan koowaad inuu goobtiisa shaqada ka soo tagay si aan sharci ahayn tan labaad waxaan ku soo eedeynay dil bareer ah oo mataqaanaa aayadaha qur-aanka 178 ee suuratul baqara iyo aayadda 38 suuratul maida iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed mudane guddoomiye garsoorele maxkamadda sharafta leh caddayn markaati turjumaayo qodobadaas dembigay sheegaan caddaynayaan maxkamadda hor keenay waa qodobka aan ka qabna mataqaanaa abiilka ka soo qaadanay maxkamada darajada koowaadna ma aysan tixgelin baare ka tirsan hoggaanka dembi baarista CID ee booliska soomaaliya ii xeer laaliye dhamme axmed iimaan ayaa maxkamadda sare la wadaagay xogta kiiskan ay baaritaanka ku soo sameeyeen dhanka xirnacnac dhankan waxaa soo aaday marxuumka dhimo doono iyo cabdikariin axmed iyo xuseen iyo maxamuudna waxay u caareen dhanka xaafada oo kaabaguday deeqo barin wuxuu si tus u bartilmaameystay cabdikariin iyo marxuumka cabdiladiif xabadoo si kasa ugu dhuftay weliba xataa hujir jabsaday xabad waxay ku dhacday marxuum cabdiladiif oo dhaawac ahaan cabdikariin uu sii argagaxay uu soo wareegtay xaafadii uu sii galay axmed iyo maxamuudna dhankan waxay soo aadeen xaafadaha bartii uu taagan yahay wuu hubsaday inuu xabad ku dhuftay dhankana waxaa ka jira barqaatayaasha kale soo carray weli u dhow iyagana ka fogeen oo xaafadihii ka agdhawaa asay indhaha ku hayaan bartii uu taagan yahay weli baalada kale uu ku riday waxaan haynaa warqaddii ama caddayntii laga qoray yarkii ugu daaweynaay axmed isla markaana isku dayay inuu dhowr goobood uu ka soo galo oo kala hadlo ama u qaado dhaawaca ama saaxiibkood hortooda lagu toogtay isla markaana uu u diiday dhiigbax sababta ah baaraha wuxuu caddeeyey in marxuumka ay xabadda kaga dhacday sinta isla markaana sinta waxaan ognahay ma aha haddii uu heli lahaa gurmad ama loo qaadi lahaa inay dhici lahayd in loo fidiyo ama macnaha uu ka badbaado meelaha laga dhinto durbo oo macnaha ama madaxo kale ama wadnaho kale ama xabadko kale uma dhicin sinta ayuu xabadda kaga dhuftay isla markaana waxay ahayd waqti kulaala ah oo duurka ah shan saaci bar ah dadka goobjoog u ahaa kiiskan marka uu dhacayay ayaa maxkamadda sare ciidamada qalabka sidaa ka hor caddeeyey wixii maalinkaas dhacay aniga hor imaaday wuxuu dhahay istaag deeqo anaga waana taqaanaa ciyaal banuuna nahaye ee saaxaba maxaa ku istaagaynaa dhaa marka waa istaagaysiin waa istaagaysiin maxaanu macandhaye sababtan usaajinaysa maxaa waaye awaanba ciyaal weera tiin oo dhaa marka ciyaal weero ma biniini ay saaxaba ugtayna buun dheelne saxaaba maxaan uweystaa xabaduu ridi midda labaadne anagu nagu soo rida marka aas hoosteena ku dhacday yara saaxiibkii ode marka meesha waxaa kusoo yirtay afartii qof dhanka barxada aadna marka meesha kimaan aa u noqonay xabaduu nagu soo ridi yarka marxuumka saaxiibkii ku dhacday marka anagu saa usoorna oo yarka saaxiibkii xabad ku dhacday usoo noqrabno usoo xundhaa istaaga nin qor wata ma ande u istaagay marka hore usii carana marka xaafadii aa tagnay yarka saaxiibkii xabad ku dhacday soo baxaan dhaa marka intaasaa ogaa gaashaala muumin xuseen cabdullaahi xeraali ku-xigeenka guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda sare ka dalbaday inay laasho go-aanka maxkamadda darajada koowaad kuna xukunto eedeysanaha dil toogashaa waxaan maxkamadda la wadaagnay warqad fakadow ciidankiisu inuu ka maqan yahay xaaladda ciidan ka maqan yahay oo baxsi diyaa lagu caddaynayo waxaan maxkamadda horteeda keennay hubkii uu dilka ku geystay inaanu ahayn hubkii dowladda oo ugu shaqaynaya wuxuu maxkamadda la wadaagay markay weydiiyeen isaga leh si gaara u leeyahay mar hadduu asgari yahay hub dowladda u dhiibta ugu shaqeyna uu lahay ma jirto sabab uu gato hub kale oo aan ahayn xumaan waana tan uu ku sameeyey mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xukunka maxkamadda darajada koowaad ay gaartay waxay maxkamadda darajada koowaad ku xukuntay diyo adag iyo shan sano xabsi ciidan ah
أيضا عن محكمة درجة كوادو قد بيننا وحي لمدة هذا أيضا عن محكمة سرقسو قد بيني هذه سنة وحنكو هذا إنه دل برير جيستي إنه قابط شقتك بحثت كها إنه سميعي متقانا سفالو يندم بقعسلي لي مت محنن آمن سنيد إن هرك يعني عضيمه كفلا قذب كاس عضينا إن المحكمة دور كان وحنا المحكمة دور كان مركاتين ولا مرحوم كجوب تقول إن تجوا المحكمة دور تي هذا كمرك فري وحنا كان باريه دعوة أو محكمة دور تي هذا كشر هاي تيم كل أسبوع قبل سدال كان واحد دقمة اللوجي قالنا شيء مدن جود دومي غير صاري المحكمة دا شرفت له وحنا عطسنا هنا إني هذا السنة كحو كنت عقابته تلمام قذب كفر بغل صدنا يافر ويدل كحو كنت محكمة دنا ما سنتح qaranka u doodayay eedaysanaha ayaa dhankiisa goobta ka hadlay ilaa hadda ay ayaaba cad oo cadeystay maxkamadda horteeda ka cadeystay in ay dhibanayaal yihiin oo dadka xabada lagu riday yihiin ayaa maxkamadda xurta ka cadeystay cid ka baxsan oo cadeysa dhibkaas oo falkaas oo ka kas inuu u dis u geystayne maxkamadda horteeda ma iimaanin darajada koobaad lama keenin haddana lama keenin xafiiska xilaalintu mar labaad cabashada soo qaatay markhaatiyaal cadaalad ah oo tuhmanayaasha ka baxsan maxkamadda ma soo rokeen waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa inay xukun darajada koobaad ay diido cabashada soo rafcanka uu soo qaatay xafiiska ilaalinta ay diido maxkamaddu ma maasanta gabagabadii gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida general liban cali yarow ayaa ugu dambeyntii fadhiga soo xiray garmaqalkii eedaysana دبل حوجة محمد عبد القادر أبوكر ديقو بارلين هل كان أيوكو جب جبيسين يهاي وحي جوانا محكمة أي دب قصو شيء دونها وبالله توفيق.